في إطار الدورة الأولى لليالي مسرح الأوبرا وبالتعاون مع المركز الدولي الثقافي بالحمامات يقدم لكم أوركسترا وأصوات أوبرا تونس أوبرا ديدون إيني دو هنري بيرسيل يوم الجمعة على 23 أوت على الساعة 10 بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. الأوبرا هذا باش يكون الديكور نتاعو مساهم فيه المركز الوطني لفن العرائس الكوريغرافي لوكا بروني من الكومباني أوبلاس. إن شاء الله باش ينال إعجابكم وننتظروكم معناها نومبرو والسلام عليكم.